نحن الآن في سوق الخضار المركزي التابع لبلدية السلط الكبرى، والواقع أسفل الكراجات الرئيسية في وسط السلط. طبعا قمنا بجولة على عدد من مرافق هذا السوق، واستمعنا إلى مطالب التجار وأصحاب هذا المتعهدين لهذا السوق. طبعا أبرز مطالبهم تركزت في إعادة تأهيل البنية التحتية لهذا السوق، وتوفير مظلات وتوفير حراسة، كون هناك تقع عدة سرقات في هذا المكان. نتعرف عليك. ذياب نوار. سيد ذياب، ايش ابرز المطالب اللي بيطالبوا بها العاملين في هذا السوق؟ والله يا اخوي بس بدنا هون مظليات وعمال تنظيفات بزياده، هون ما فيش. تيجي الصبحيات ولا هي قال بقلابه، هون هاي كل ما هنالك. نص الخضره قاعده بتروح كباب. بس يعني توفير عمال نظافه للسوق. توفير عمال نظافه ومظليات لهال. طب موضوع الاناره هون؟ اناره ضعيفه بشكل ما في يعني. نعم. احنا بنطالب بأنارة ومظلات داخل السوق للخضرة. نعم. ونظافة لها جاهزة، يعني بي البلدية واقفة لها الشغلة. ويعني كلهم يعني شباب طيبين وكويسين تبين الحساب. انما يعني بنقصنا مظلات، توسيع لداخل الحسبة عن الشارع مثلا، توسيع على الرصيف، ولو كله كان تمام. كنا في سوق الخضار المركزي في مدينة السلط، واستمعنا إلى مطالب العاملين من أصحاب البسطات الخضار والمحلات الواقعة في هذا السوق، والتي تركزت حول موضوع النظافة وموضوع الإنارة وموضوع ضرورة توفير مظلات وتوفير حراسة لهذا المكان. من مدينة السلط، من سوق الخضار المركزي، قناة الحقيقة الدولية، معاذ عصفور.